بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه على آلائه، وأستعينه على شكر نعمائه، وأصلي على حبيبه وآله، وأتقرب إليه تعالى بالبراءة من أعدائهم وأعدائه. سادتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحبوا بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الكنز المنتظر. سادتي الكرام، باسمكم أرحب بضيفي الدائم سماحة الشيخ جواد الإبراهيمي. حياكم الله سماحة الشيخ. الله، وتحية عطرة إلى مولانا بقية الله صلوات الله عليه وسلم، المشاهدين الكرام، وإليكم أينما كان المشاهدون وحيثما حللتم. أحسنتم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. ندخل باكرا بالأسئلة سماحة الشيخ كالعادة، لأنه مشكلة الوقت. سماحة الشيخ، خلينا بالمحور الأول، أنه لكل الأنبياء والأولياء وأوصيائهم سلام الله عليهم أجمعين صفات عامة وخاصة ومشتركة. بما أنه برنامجنا حول الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف، أريد تذكر لنا بعض الصفات اللي يشترك بها الإمام المهدي سلام الله عليه مع الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلوم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعفة الزينبية والعظمة الأكبرية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، إمام زماننا وولي نعمتنا وحبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وشفيع ذنوبنا، صاحب العصر والزمان، تبيان البيان، مظهر الإيمان، عدل القرآن، إمام الإنس والجان، مهدي آل محمد صلوات الله عليه وعلى آبائه الأطيبين الأطهرين في كل آن وحين، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. في بادئ بدء، نعم، علينا أن نعلم كما بالروايات الشريفة أن هناك 124,000 نبي، نعم، ومن هؤلاء الأنبياء على بناله عليهم أفضل التعيد والثناء 313 رسول، نعم، ومع ذلك هذا العدد الضخم، القرآن الكريم ما ذكر إلا 25 يعني من الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أحسنتم. لكن مع ذلك احنا لا يتوقع منا لضيق وقت البرنامج أنه السؤال لما يجي نجاوب بالإسهاب، وما تبقى شاردة ولا واردة إلا ونذكرها لنضيق الوقت، لكن نركز الضوء على الأهم فالأهم، بحيث أنه باعتبار أنه ما لا يدرك كله لا يترك جله كما تقول الحكمة. نعم، هنا القضية، ما هي الصفات المشتركة بين الإمام الحجة صلوات الله عليه وعجل الله فرجه والأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين؟ تنقسم إلى قسمين، هناك صفات عامة يعني تشمل الأنبياء والمرسلين والأئمة والإمام المهدي صلوات الله عليه، فنذكر بعضا منها. مثلا العصمة، مثلا أنه يكون أشجع الخلق، أورع الخلق، أعدل الخلق، أيضا يكون نسبه من خير نسب بحيث ما يوجد لعدوه مغمز فيه. هنا عذرا سماحة الشيخ مداخلة، البعض أكثر الناس بالعامة تتكلم أنه هل يشترط في المعصوم أن يكون من أجمل الناس من حيث المظهر البدني؟ هو راح نجي على هذا البحث. نعم، أنه المعصوم عليه السلام، نعم، لأنه جمال الأنواع بالمناسبة، يعني ما عدنا إحنا واحد أجمل من المعصوم. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوسف عليه السلام كان أخي يوسف جميلا وأنا أملح منه. أكو إذن جمال وكو ملاحة. يعني شلون نعبر؟ يعني مثل ما واحد بالتعبير العراقي الدارج اللي يحضرني، أكو مرقة ماسخة، هي مرقة لكن ما بها طعم، أو ملحة قليل يعني، وأكو مرقة لا يعني كلها، نعم، كاملة مكملة. نعم، أريد أقدم هذا المعنى حتى يفهم المشاهدون التقريب، سواء العالم أو غير العالم. نعم، فهو المعصوم في كل زمان لابد أن يكون هو أكمل الخلق. نعم، ما يكون يعني جسمه فيه عيب، لا أعور ولا أطرش ولا أخرس ولا أعرج مكتمل. ولا أحدب ولا لا لا كامل. نعم، لأنه مشكلة يعني راح الناس حتى لا يستطيع أن يغمزه أحد. أحسن، أو يشير إليه أحد. أحسن. نعم، سواء في صفاته الظاهرية الجسمانية كما سيأتي، أو في صفاته، نعم، العشائرية، أن يكون من أفضل بيت، من نسب. أفضل نسب، وتقلبك في الساجدين كما يقول رسول الله، الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. نعم، وأن يكون واحد من أهم الأمور أن يكون أعبد أهل زمانه.
أن يكون ولا هو كمعصوم طبعا قياسا إلى غيره، حتى لما يعني يأمر بشيء هو يفعله، يعني هو أولى به. وهذا المعنى في قضية أعبد أهل زمانة كرواية هو أي رائعة، يعني نعم. عندنا وذكر المجال السابق أن أذكرها في حلقات سالفة لكن جاء وقتها. إحنا عندنا الطاعات لها عطور زكية والمعاصي لها روائح نتنة. الرواية أنه الله تعالى في عالم الأنوار، بعد عالم الأنوار وخلق أهل البيت صلوات الله ثم خلق الأنبياء جعل عطور طاعات الأنبياء كلهم 124 ألف نبي طبعا في قارورة، ثم قال للقارورة كون قلب المهدي صلوات الله عليه. فما من طاعة إلا عند صاحب الزمان صلوات الله، ويفوق عليهم بقضايا إن شاء الله في هالبرامج راح نسلط الضوء. فعموما إذا بالعموميات هو أعلم أهل زمانه، نسبه أشرف نسب لا يكون ناقص الخلقة، يكون أشجع الناس، أكرم الناس، أسخى الناس. بالنتيجة هو المن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الداعية إلى الله سيكون إنسانا فريدا نوع بحيث لا يشاركه أحد ولا نظر. إذن حاوي على جميع الكمائل والفضائل. أحسن. بقضها وقضيضها جميعها. من الأولين والآخرين. بالنسبة لإمام الحجة صلوات الله. لكن الأنبياء كل بحسبه وكل بما تدعو المصلحة في زمانه. مثلا في أيام عيسى عليه السلام أظهر الطب. ما كانت تلك المصلحة يجب أن تكون في أيام موسى عليه السلام مثلا. موسى في أيامه لا، يعني كان قضية العصا واليد البيضاء وما إلى ذلك. نعم. فهذا بشكل عام. نعم. وإحنا دائما نعاني من الوقت. أكيد. فننطلق الجواب يعني جواب المحور الثاني الصفات. وهو أنه يشارك الأنبياء بالخصوصيات. مثلا آدم عليه السلام روايات ذكرت أنه فيه شبه من آدم أو يأخذ من صفات آدم عشان وإيش الإمام ما هو الشبه من آدم؟ قال طول العمر. والحجة صلوات الله عمره طويل. وكما أن آدم هو أبو البشر فالمهدي في زمانه هو أبو الخلق صلوات الله وسلامه تعالى عليه. وأيضا من شيث عليه السلام بحيث تصل القضية في مواريث الإمامة، وإن شاء الله إذا مد في أعمارنا إن شاء الله نسلط الضوء في كل حلقة على مواريث نبي من الأنبياء. شو قد عندنا روايات إحنا في قضية صاحب الزمان مغيبة صلوات الله عليه. طبعا الشيء يذكر أن نعتذر ممكن نقسم من السادة المشاهدين اللي أرسلوا لنا يعني راسلون أنه في المحور الخامس من الحلقة الماضية مواريث أحسن. نعم. الأنبياء لضيق الوقت لا إن شاء الله إحنا إن شاء الله نوعدهم إذا إن شاء الله إن شاء الله نبقى سالمين الشيخ. الله يحفظكم إن شاء الله نسوي حلقات في كل حلقة نبي إن شاء الله ورسول وحتى نكون الوقت إنا يعني إن شاء الله تعالى. وماكو أحلى من حديث أهل البيت وخصوص في الإمام الحجة غذاء الروح. فهو قلبه عطر طاعات الأنبياء كما تقدمت الرواية الشريفة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. له نعل شيث. شوف القضية يعني تصل. نعم. مو بس إلى الصفات الجسمانية وإنما حتى خواص الأنبياء ومختصاتهم من الألبسة وما إلى ذلك. في نوح عليه السلام أو من نوح عليه السلام له طول العمر، وهي لما طبعا أقول طول العمر مو إحنا استنتجناها أعزائي المشاهدين، لا هي الرواية فيه شبه من نوح. وأما شبهه من نوح فإنه نعم فطول عمره. من الخضر عليه السلام أيضا طول العمر. بل الروايات جاءت تقول بأنه في قضية الخضر عليه السلام ليستدل به على وجود الحجة عليه السلام. لأنه المسلمين كل يعتقد بأن الخضر عليه السلام لم يموت وهو من أيام الإسكندر المقدوني. نعم. فالذي من قبل آلاف السنين حي وهو حي الدار سلام الله عليه أبو محمد كنيته أبو محمد سلام الله عليه الخضر عليه السلام، فأولى أن يكون إمام الحجة حيا لأن عمره في الظاهر تكلم في الدنيا أقل بكثير. فما جاز للكثير يجوز للأقل بشكل لكن نعم أولى. لمن يرى بعين واحدة ماذا تصنع لمن يرى بعين هي واحدة؟ هي هاي المصيبة أنه ما يجي يسأل معصوم، يعني هاي تثبت وهي باء كتجر وباء لا تجر. يعني أنت لو تعتقد بالقرآن لو تعتقد بالروايات الشريفة وهذا نعم الأمر من الثوابت يعني ممن لم يختلف فيه اثنان من المسلمين. هاي مو قضية شيعية بحتة يعني. عندك أيضا لطيفة هاي من موارثه من إدريس عليه السلام أنه إدريس رفع كما يقول القرآن ورفعناه مكانا عليا مقتضب يعني من هاي القضية حتى تناول قضية الحجة صلوات الله عليه. مختصر مفيد أنه ملك من الملائكة هذا عوتب من قبل الله فعطل له جناحيه، فلما نزل إلى الأرض باعتبار ما يقدر يطير بعد السماء جاء إلى إدريس عليه السلام. نعم. وقال له أنا ألتمسك الدعاء عندي حاجة وكذا كذا. الرواية عن الإمام الصادق عشان يقول بقي إدريس ثلاثة أيام يصلي ويدعو
بهذا الملك. شوف شوف قضية الاهتمام معصوم الزمان بأهل زمانه، لأن نعم. النبي حجة حتى على الملائكة، يعني المعصوم حجة على الخلق أجمعين. نعم. بعد 3 أيام أعيدت إليه نعم جناحه هذا الملك، فجاء يتشكر منين؟ إدريس. من إدريس عليه السلام، وقال له هل لك حاجة؟ قال نعم لي حاجة. ما حاجتك يا نبي الله؟ قال أريد أن أرى ملك الموت. حاجتي هاي. فقال اصعد على جناحي، فجاب به الأرض ما وجده، صعد إلى السماء الأولى ما وجده، ثانية ثالثة رابعة، بين الرابعة والخامسة وجده، وجده ملك الموت، فرآه يعني. نعم. ولكن رأى عزرائيل عليه السلام قاطبا، يعني على كأنه مستغرب شلون واحد يظل مجدوه، شنو القضية؟ قال كنت عند العرش فأمرت أن أقبض روح آدمي بين السماء الرابعة والخامسة، يا سبحان الله، فقبضت روح إدريس هناك. القرآن يقول ورفعناه مكانا عليا. طيب هذا الأمر يعني رفع إلى السماء، هذا القضية عن يوسف الجعفري. هذا يوسف الجعفري الشيعي يروح إلى مكة، يبقى من سنة 306 إلى 309 يعني في الغيبة الصغرى. نعم. يقول بعدين قلت أروح إلى الشام، في الطريق يقول أنا قاعد في الرحل المحمل على الجمل. نعم. فاتتني صلاة الصبح. فنزلت من المحمل، توضيت وتهيأت للصلاة، فرأيت جملا عليه محمل فيه أربعة. هذا شيء نشاز ذاك اليوم، أربعة في محمل واحد. نعم. مثل هذا شوف لك مطر واحد عليه أربعة، فشي يعني حالة غريبة. حالة غريبة يعني تثير حفيظة الرأي. فقلت محمل واحد وأربعة رجال، يعني هذا الكلام وين قلته؟ بنفسي. فقال لي أحدهم، قال تتعجب من هذا من محمل أربعة؟ زين نعم. من أين تتعجب؟ من تركك لصلاتك ومخالفتك لمذهبك؟ قلت وما علمك بمذهبي؟ رأسا قال لي أتريد أن ترى صاحب زمانك؟ وأومأ إلى واحد من الثلاثة اللي بالمحمل. هذا يعني إنسان فاهم هذا. نعم. يوسف الجعفري. قلت إن لذلك دلالات، إن لذلك دلالات ونعم علامات، أنا ما أؤمن بأي واحد يقول أنا إمام الحجة عليه السلام. نعم. لازم معجزة، لازم شيء. قال لي تريد المحمل يصعد إلى السماء لوحده أم الجمل بما حمل؟ ماذا تريد؟ قلت أيهما كان فهو دلالة. نعم. فرأيت الجمل بما فيه صعد إلى السماء ورفعناه مكانا عليا عليا. يعني نقول إمام الحجة صلواته، ويقول وقد أشار الرجل إلى رجل فيه سمرة. قال صاحب زمانك وأشار. نعم. ووجهه الذهب، يعني يسطع نوره كما يسطع بريق الذهب. نعم. فهذه أيضا سطرت في كتبنا الروائية من شبهه مع إدريس عليه السلام. نعم. من إبراهيم عليه السلام، يعني هواي قضية إبراهيم احنا كنا نفرد، قلنا لكنا بحلقة مثل ما إبراهيم هدم الأصنام. نعم. الحجة صلواته يهدم الأصنام الحجرية والأصنام البشرية، البشرية معا. نعم. من إسماعيل سلام الله عليه أنه يظهر عليه قميص إبراهيم عليه حلة إسماعيل، يعني نعم. كما كان إسماعيل يرتدي حلته، الحجة صلوات الله عليه سيظهر. وهي كلها حجة على الناس. أنه أنا من يحاججني في إبراهيم، أنا أولى الناس بإبراهيم. من يحاججني في إسماعيل، أنا أولى الناس لأنه لأنه إحنا عندنا حتى بباب الميراث بالشرع يعني. نعم. مختصات الأب من الخاتم. نعم. أفرض والمشط والمسبح أحسنت. نعم. لأنه أولاهم به. نعم. فهو أولى الناس بدليل عنده مختصات النبي ووارثهم ونفس الخطوة أحسن مال لمسيرتهم. فهو أقرب الخلق نعم إليهم. إلى هذا النبي أو نعم. إلى ذلك نعم الرسول. من يوسف عليه السلام شوية عبارة نعم. غريبة. السجن، هسه علماؤنا يقول ما عثرنا على رواية بالنص أن الحجة سجن أو سيسجن، ولكن إما إشارة إلى بيت الإمام العسكري وكان سجنا. نعم. الإمام بالإقامة الجبرية جبري وهذا نوع من السجن سجن. هذا نوع. وقد يسجن في قضية لم يفصع عن نفسه ويسجن. أو سجن الغيبة باعتبار الإمام مبعد عن شيعته مفرد عن أتباعه، وهذا نوع من الحبوس. السجن بالنتيجة ليس على معنى واحد. والغيبة كما غاب يوسف الصديق عليه السلام. إخوته لم يعرفوه من دخلوا على يوسف، هكذا. نعم. الشيعة يعني كانوا إخوان المعصوم، لما يرون المعصوم أكثرهم لا يعرفون أن هذا صاحب الزمان صلوات الله، وهم له منكرون. أحسن. نفس القضية. نعم. بالضبط. أيضا الجمال، الجمال من يوسف. يوسف كان جميلا لكن في الحجة يوسف كان أجمل أهل الأرض. نعم. لكن هل هو أجمل أهل السماء؟
مسكوت، لكن رسول الله يتيم الأخير قال المهدي طاووس أهل الجنة صلوات الله. إذن أجمل من الكل. الطاووس يعني الرجل الجميل، وأطلقت هذه الكلمة على هذا الحيوان أساسا على لأنه الطاووس حيوان مو عربي أصلا. نعم. لما جاءوا بهذا الحيوان من جنوب شرق آسيا هاي الدول فأطلقوا عليه كلمة وصف الرجل الجميل، مو عبالهم الرجل الجميل من الطاووس، لا هو كلمة الطاووس مأخوذة من الرجل الجميل. العرب من زمان كانوا يستعملون هذه الكلمة في الرجل نعم الجميل. فالحجة طاووس أهل الجنة مو طاووس أهل الأرض، لفظ منقول لهذا. أحسن. نعم. موضوع لعلي معنيين. نعم. معنى أصلي ومعنى فرعي. تمام. طيب أما في موسى سلام الله عليه خفاء المولد، تعرف أنه الحجة عليه السلام ولده بحالة مخفية كما موسى عليه السلام، مو نفس الحالة لأنهم كانوا يبقرون بطون الحوامل والأمهات، ونفس القضية بين العباس مع الإمام العسكري عليه السلام. أيضا غيبته عن قومه، موسى غاب راح إذا شعيب سلام الله عليه في العراق، وهذه القضية برمتها. دوام خوفه وترقبه إلى ظهوره صلوات الله، خائف على الدين، خائف على الناس المظلومين. في زيارة نقرأ السلام عليك أيها المهذب الخائف. أحسن. نعم. الخائف مو قضية أنه كما يخاف وحاشاه الجبان من الشجاع. نعم. لا لا لا، درة الخوف هو الشجاع بنفسها. نعم. خوف على قضية وليس خوفا من قضية. نعم. الخوف نعم على أي. نعم. يعني هذا ذكرتني، خلنا نطلع شوية. نعم. كلمة حلوة. نعم. أنا في مرة واحد أحد الأخوان واي رائع، هاي أحباء المشاهدين سجلوها عندكم. نعم. يقول في يوم التقيت بروفيسورية مسيحية، بروفيسورة مسيحية في. نعم. أوروبا. طيب. قالت لي أنا مقتنعة أنهم بلا شك ولا ريب أعظم شخصية بعد نبي الإسلام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأنا أريد أن أكون مسلمة لولا حديث واحد منه هو موقفني. اللي هو؟ قلت له وهو؟ قالت هو يقول في النساء كونوا منهن على حذر. شو نحن وحوش يعني منهن على حذر؟ نعم. يقول انا ضحكت قلت لها اولا انت مو كيف تفسر كلام المعصوم صلوات الله عليه. صلوات الله عليه. قالت شلون يعني؟ قلت لها الخوف على قسمين، الخوف من شيء والخوف على شيء، لانه في خطر عليك. نعم. والخوف على شيء لانه مهم لديك، مهم بقضية يعني عليا. فالإمام إيش قال؟ كونوا يحرص عليها معهن أو منهن، مو من حذر، على حذر. نعم. على يعني لأنهن مهمات، هاي المرأة الصالحة إذا حصلتها دير بالك عليها، هاي ترى إذا راحت ما تحصل مثلها. يعني الحديث يقول الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. أحسن. نعم. على قولتهم شلون الذهب يعني السائل في صينية تمن تمشي وما تركض. نعم. انت خايف علي من الذهب لو على الذهب؟ على الذهب. فلذلك القضية هكذا. الإمام أسلمت أم شنو؟ يقول رأساً أسلمت، صار أسلمت من أتباع أمير المؤمنين. قالت كان صلوات الله قال كان موقفني هذا الحديث. سمعت الشيخ، فإن الناس لو عرفوا كلامنا محاسن كلامنا لاتبعونا كما قال إمامنا الرضا صلوات الله عليه. بعد أيضاً من قضية موسى تعب شيعته من بعده، تاريخ شاهد هذا حافل بما لقوا من الأذى والهوان. المشكلة الأخرى الإدعاء كذبا، خرج 80 رواية 50 موسى كذابا قبل موسى. يعني أقولهم أنا موسى بن عمران، الله إذن لي بأن أظهر وأزيل فرعون، لكن شوف هذه الرواية. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم صلوات الله عليه حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. من بني هاشم؟ من بني هاشم سادة. نعم سادة، بحار الأنوار جزء 52 صفحة 209. موسى كليم الله، يعني عنده اتصال مباشر ويا من؟ مع الله ويا رب العالمين بلا واسطة. لكن شوف هذه في هذه الآية سورة المدثر الآية الثامنة، فإذا نقر في الناقور. نعم. الناقور طبعا وزن فاعول من النقر، يعني الشيء الذي يصوت فيه من قرن أو غيره. فإذا نقر في الناقور هو شو تقول؟ الناقور قلب المهدي صلوات الله. صلوات الله. الله ينقر فيه ينكت فيه نكتة أن أنا أوان ظهورك. فشو الاتصال المباشر كما موسى مباشرة كريم الله الحجة رأس رب العالمين ينكت في قلبه كما قال نعم إمام صادق إن منا إماما مظفرا مستترا فإذا أراد الله عز ذكره إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله تبارك وتعالى. رواية في الكافي جزء أول صفحة 343. أصلا الإمام العسكري صلوات الله يجينا من الخير في قضية موسى عليه السلام يقول فالكليم موسى ألبس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء. هذا عبارة الإمام العسكري صلوات الله يعني. اليد البيضاء. نعم. من معاجز موسى عليه السلام. لكن هل هم معي إلى رواية في يد الحجة صلوات الإمام الصادق صلوات الله قال يسند القائم صلوات الله عليه وعجل فرجه ظهره إلى الحرم. نعم. زين. ويمد يده فترى بيضاء من غير سوء.
ويقول هذه يد الله وعن الله وبأمر الله، ثم يتلو هذه الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ترى بيضاء من غير قضية نفس قضية. أيضا إصلاح أمره في ليلة، موسى عليه السلام أصلح الله أمره في ليلة، هكذا قال إمام الصادق صلوات الله عليه: أصلح الله تبارك وتعالى أمر عبده ونبيه موسى في ليلة، وكذا يفعل الله تعالى بالقائم صلوات الله عليه الثاني عشر من الأئمة عليه السلام، ويخرجه من الحيرة والغيبة إلى نور الفرج والظهور. من موارث عيسى عليه السلام أنه الحمل في ساعات، عقد الحمل بأسرع مما يكون. عيسى ما كان 9 أشهر حمله، بعض الوقت يقول 9 ساعات، بعض الوقت يقول 6 ساعات، حمل الحجة في ليلة واحدة ظهر. ما ظهر الحمل على أمه؟ نعم، نرجس طيلة أيام ومدة الحمل، إذا قلنا أيام أكو كلام هنا. التكلم في بطن أمه، فناداها من تحتها لا تحزن، لأنه هاي نكتة بلاغية بالقرآن، إذا نقراها استاذنا: فناداها من تحتها، من حرف جر، نعم، يعني من جوا بطنها. إذا ميم من بكسر الميم، نعم. ومرة نقراها: فناداها من، مكانية، لا صير موصول الذي، فناداها من، نعم، تحتها، نعم. يعني إذا قلنا ناداها من تحتها، تكلم قبل ولادته من تحت بطن أمه، وإذا قرأناها من نادى من تحتها، يعني بعد ولادته، فصار عند قدميها فتكلم. الفرق هذا، إذا هو من تحتها، من تحتها هو المشهور. طيب، وهنا يشترك الإمام صلوات الله عليه، يعني كان يحدث السيدة نرجس، السيدة يعني كان يحدث السيدة نرجس، لا لا، عيسى كان يكلم أمه، أما الإمام الحجة مو كلم أمه وبس، نعم، بل كلم حتى السيدة حليمة وحكيمة عند ليلة الميلاد، يعني وهو جنين، يعني وهو في بطن أمه، لم يولد إلى الآن. أحباء، نعم، المشاهدين، لما 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 قال إمامنا العسكري للسيدة حليمة أوشك الفجر أن يظهر، حتى شككت، هي تقول أنه، نعم، قال هي الليلة، خب ما بقى وقت، يعني شو كنت تضع سيدة نرجس عليه السلام؟ فقال: يا عم اقري عليها سورة القدر من وراء الستار، الإمام العسكري عليه السلام قل: فوضعت يدي على بطن نرجس وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإذا الجنين في بطن نرجس يقول: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير. خلنا نعرف قدر إمام زماننا صلوات الله عليه. عيسى تكلم فقط مع أمه، أما الإمام الحجة مو بق فقط مع أمه، حتى مع عمته، عمة أبيه. وهذا كذلك يدل على مكانة عظيمة للسيدة حكيمة، لأنها تستمع وتباشر وتأتمر بأمر الإمام صلى الله عليه وسمعت صاحب الزمان، وسمعت صوت الإمام بأذنها صلوات الله وسلامه تعالى عليه. نعم. التكلم عند الولادة، كل معصوم يتكلم عند الولادة، ومنهم الإمام الحجة، نعم، صلوات الله وسلامه عليه. أيضا إشفاء المرضى وإبراه الأكمة، بل في رواية أمي منين اللي نجعلها يعني ختام السؤال الأول، عن أمي منين قال في وصف الحجة، شوفوا أحباء المشاهدين، شوف هكذا أمي منين يصف الإمام المهدي صلوات الله عليه: إن يقل للشيء يكون فيكون بقدرة الله تعالى، ويبرئ الأكمة والأبرص. بعد عيسى كان شنو؟ ويحيي موتى، زين يميت الأحياء عيسى؟ ورد رواية أن عيسى أمات أحدا، نحن والموجود ماكو، الحجة يميت الأحياء، مو بس يحيي الموتى، يحيي يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى ويميت الأحياء. الشيخ المقصود بها هي أنه يخوض الحروب فيموت الأحياء أم شنو؟ هنا لأنه هسا عندما شفت بعض الأقوال والروايات أنه الإمام دموي، والله وأنا جاي بالسيارة والله اليوم للبرنامج، لا مولانا، لا عذرا سمعت شيخ، لا تسمح لي، وأنا جاي فأحد الصاعدين بالسيارة هم يسولف، يعني الظاهر على ما يبدو من المتابعين، صحيح، فيقول يعني هل أن الإمام المهدي يقتل كذا لا مو يش القضية، لكن هو رسول الله بالقرآن مرة يقول إن أرسلناك رحمة للعالمين، ومرة يقول واغلظ عليهم، ذولك على المنافقين. أحسنت، هو هذا، إذا الطرف المقابل أهل رحمة فآلوا محمد آلوا الرحمة صلوات الله. شيخنا خلنا بالعامية، خلنا على نرسلها، نعم، للسادة المشاهدين، نعم، والله هو نسمع يعني العالم السولف بيناته هسه اللي ما دارس وما متخصص، نعم نعم، يقول إنه الإمام سلام الله عليه من يظهر يقتل كذا عدد في ظهر الكوفة، لا لا عفوا يعني من العمامة على رأسي، نص كلام، لكن يا عمامة خوي يزيد هم كان معمما، يا أخي خو أبو سفيان كان معمما، معاوية، معاوية لما حارب أميونين ألم يأمر أميون بالهجوم عليهم؟ إذا لم كانوا معممين إحنا خنفرق، نعم. الإمام الحجة لا يقاتل، هو توضيح للسادة المشاهدين، الإمام الحجة لا يقاتل إلا من يرفع شعار القتل أمامه والاعتداء عليه. الإمام الحجة دعوته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شو أسوي للي شنو اللي ما يقبل دعوة الحق؟
والامام مامور مو ان يملا مكه، ان يملا شنو؟ الارض. الارض القضيه التكليفه هنا، انت عالمين. تكليفك ان تملا الكره الارضيه قسطا وعدلا، لكن في الكره الارضيه من يقف بوجهك شو يسوي له يعني؟ لا منطق يقبل. يعني اعبر مثل سرطان، هذا سرطان الا قطع، اللهم يشافي كل مريض بحق صاحب الزمان صلوات الله عليه. اذا كجده سيد الشهداء عليه السلام اثناء الحرب وعظهم غضب الجبار، نصحهم اصلا هو المن قال اكره ان ابداهم بقتال. نعم، ولذلك الامام الحجه الامام الحجه صلوات الله عليه ما يبدا احدا بقتال ابدا. اذا من هنا اتت هم يعلنون انهم ضده، تسمية يميت الاحياء، يميت الاحياء للذين يقاتلون. نعم، يعني إشارة إلى أنه سيميت كثير لمن يقف في لمن يقف دولة العدل الإلهي. أحسن. نعم. نعم. لمن لا يقبل أن الإمام يكون شنو مؤسسا للدولة العدل الإلهي كما يقولون. فلذلك أمي مني يقول صلوات الله عليه ويحيي الموتى ويميت الأحياء. طبعا أما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج أنه يشبه رسول الله حتى اسمه حتى كنيته، بل اسمه كاسم النبي. رسول الله اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وللمهدي صلوات الله عليه اسمان، أحدهما يخفى وهو أحمد والآخر يظهر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يشبه رسول الله في الخلق والخلق، كرم النبي صلى الله عليه واله، وهو على خلق عظيم، شيمة النبي صلى الله عليه واله. وهذه الآية تنطبق أيضا، وإنك لعلى خلق عظيم، على بقية الله، لأنه ما خصفت جدي رسول الله صلى الله عليه واله، والحديث له شجون. أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ، وبالواقع يعني يوجد تفرعات كثيرة وإضافات أخرى، لكن للمضطرين ننتقل لمحاور أخرى. يعني إحنا الآن تحدثنا حول الأنبياء عليهم السلام، وشيء لعله أبساهم ما تطرقنا لهم لسبب ضيق الوقت. يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام مختلف عليهم للأسف، يعني من سوء حظ هذه الأمة تختلف على أئمة العترة الطاهرة. أحسنت. أريد بعض الصفات اللي يشترك بها الإمام المهدي صلوات الله عليه صلوات الله مع آبائه الطاهرين. أستاذ الفاضل، أحباء المشاهدين، طبعا أنا أتكلم بما أنا مطلع عليه. نعم. ولست مطلعا على كل شيء، بما أنا مطلع عليه عشان لا أخذ الغرور. يعني أنا واضع يدي إلى الآن ومرقمهن. نعم. على أكثر من 300 وصف للمعصوم. 300 وصف للمعصوم. يعني 300 حالة ينفرد بها عن الخلق. وكل حالة تقول للأخرى أنا أولى، تحتار تقول. يعني مثلا إحنا عندنا أكثر من تقريبا 83 رواية في أوصاف المعصومين، أوصاف جسدية، أوصاف معنوية، أكثر من 83. نعم. يعني واحدة من الروايات اللي هي رواية طارق بن شهاب، وشبيهة لها رواية عبد العزيز بن مسلم على الإمام الرضا سلام الله عليه، رواية ابن شهاب على الإمام ميمون سلام الله عليه، تذكر ما يقرب من 70 إلى 80 مقام وصفي للمعصوم. دعونا نلجي الرواية بنورانية حديث أمير المؤمنين، ونش عندنا غير أهل البيت صلوات الله عليهم. قال يا طارق. نعم. يعني ما يعني إمام الحجة يشترك مع آبائي في هذه الصفات. نعم. وكل صفة يراد لها في الواقع حلقة يعني. مجلدات. أي أي. نعم. يا طارق، الإمام كلمة الله وحجة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله وآية الله. أنا ما أخذ شذرات من الورود من هذا البستان العلوي. ويكتب على عضده وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كل معصوم 14 خاصة تكتب هذه الآية على عضده الأيمن. الإمام الحجة صلوات الله عليه على عضده الأيسر آية أخرى، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سيد الشهداء أيضا على عضده اليسرى آية أخرى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وعلى قولة الفقهاء أستاذنا الفاضل أعزائي المشاهدين، هذا شنو يعني؟ هذا شنو يعني؟ يعني أن المعصوم طاهر مطهر، لأن القرآن لا يكتب إلا على لا يمسه إلا المطهر. أحسن. فالمعصوم لا يتنجس أصلا. وين تكتب؟ وهو في بطن أمه. ملك يأتي باسمه الحيوان يكتب على عضديه هاتين الآيتين بقلم القدرة. يعني المعصوم ليس لا يتنجس. مو احنا فاهمين القضية غلط. اكو شيء اجراء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكو شيء في الواقع هو نجس. يا علي ان مت فغسلني واعلم باني طاهرة كما قالت مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه تعالى عليها. بعد، ويلبس الهيبة وعلم الضمير. شوف العباءة المؤمنين، ويطلع على الغيب ويرى ما بين المشرق والمغرب. شنو من نظرة هاي عند الإمام الحجة صلوات الله عليه؟ فلا يخفى عليه شيء من عالم الملك والملكوت، عالم الأدنى والعالم الأقصى والأعلى. ويعطى منطق الطير عند إمامته وولايته. زين.
فهذا الذي يختاره الله لوحيه ويرتضيه لغيبه ويؤيده بكلمته ويلقنه حكمته ويجعل قلبه مكان مشيته. إذا شاء المهدي شاء الله صلوات الله عليه، وإذا شاء الله شاء الحجة صلوات الله. ماكو فاصلة بين شنو إرادة الإمام وبين إرادة الله. هي نفس الرواية المؤمنين لما يصف المعصومين يقول فهم سر الله المصون وأولياؤه المقربون وأمره بين الكاف والنون، ثم قال لا بل هم الكاف والنون. أصلا هاي بين الكاف والنون هاي بعيدة، هاي بين الكاف والنون تأخذ وقت. لا هم الكاف نفس السنخية صلوات الله عليهم أجمعين. طيب الإمام الله أكبر، الإمام الماء العذب على الظماء، شو نوصف هذا؟ والدال على الهدى، الإمام المطهر من الذنوب، المطلع على الغيوب، الإمام هو الشمس الطالعة على العباد بالأنوار فلا تناله الأيدي والأبصار. بمقامهم من الناس، بمقام الشمس من الناس، هل يستطيع أحد أن يقابل ويواجه وجه الشمس بنظره أو يلمسها بيده؟ محال. على الأقل هذا المنظر. قال فهم، يرجع النبي ورسول الله والعترة والأم، لا يفترقان في العزة، لا النبي ولا العترة إلى آخر الدهر، فهم رأس دائرة الإيمان وقطب الوجود وسماء الجود وشرف الموجود وضوء الشمس الشرف ونور قمره وأصل العز والمجد ومبدأه ومعناه ومنتهاه. الإمام هو السراج الوهاج، احنا بظلماء لولا نور صاحب الزمان صلوات الله عليه، والسبيل والمنهاج والماء الثجاج والبحر العجاج والبدر المشرق بعد فصاحة أمير المؤمنين وبلاغ سيد الأوصياء، هكذا يصف المعصومين ومن صاحب الزمان صلوات الله عليه، والبدر المشرق والغدير المغدق والمنهج الواضح للسالك والدليل إذا عميت المهالك أو عمت المهالك، والسحاب الهاطل والغيث الهامل والبدر الكامل والدليل الفاضل والسماء الظليلة والنعمة الجليلة والبحر الذي لا ينزف. لو مهما يحاولون يقللون من ماء البحر ما يقدرون، علم الحجة وجود الحجة مقامات الحجة لا تنتهي، والبحر الذي لا يوصف والشرف الذي لا يوصف والعين الغزيرة والروضة المطيرة والزهر الأريج والبدر البهيج والنير اللائح والطيب الفائح، إلى أن يقول هاي العبارة. وهي أعتقد هذه يقول أطفئ السراج فقد طلع الصبح من يقول ميمونين لكميل، قال يا طارق الإمام بشر ملكي. زين، بشر ملكي، ملكي مو بشر انسي، خلينا نفرق، بشر ملكي انسي لكن اعلى درجه. قلنا دائما معادن اكو انسي فحم واكو انسي ذهب 28، خذ اثنين المعدن او الماس، واين هذه من تلك؟ الامام بشر ملكي وجسد سماوي، شوف العباره، وجسد سماوي وامر الهي وروح قدسي. طيب ونور علي، ونور علي، ثم قال وسر خفي العبارة، فهو ملكي الذات إلهي الصفات. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الأمير من يقول أنا الغيب الذي لا يدرك، يعني الحجة الغيب من الذي يعرف؟ ونفس الرواية وقت ماكو، ولا الإمام الرضا صلوات الله عليه من يتكلم ويا عبد العزيز المسلم يقول له فأين العقول من هذا وأين الحلوم عن هذا، تاهت الباب والعقول وحارت الأفهام فيما أقول وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وعيت البلغاء ولكنت الشعراء وعجزت الأرض والسماء. هذا كلهم عن أي شيء؟ عن وصف شيء من وصفه، من وصف الإمام، يعني عن وصف صفة، صفة واحدة واحدة، هذا الكل عجزت جميع كل كان به جل مقام آل محمد عن وصف الواصفين والنعت الناعتين ويقال يعني ويضاهيم أو كذا أحد من العالمين، وكيف يوصفوا أو يعرفوا أو يدركوا أو يملكوا أو يعلموا أو يفهموا من هو شعاع جلال الكبرياء وشرف الأرض والسماء. هذا مقام أهل البيت صلوات صلوات الله وسلامه عليهم. جد إحنا يعني كنا نتنور بهذه المقامات والصفات الإمام الحجة صلوات الله عليه. هم أمراء القول والفعل وهم كلام، وهذه ثابتة لهم ذاك الأنصار الإمام الحجة الذين يوفقون لنصرته صلوات الله عليه، عجل الله فرج جعل مشاهدين وإيانا منهم، هؤلاء مطلعون على هذه الروايات. هذه الأم معاني ثابتة وراح يجي كلام. نعم. قلوبهم كالقناديل، من أين هذا النور في القنديل؟ عايشين حقيقة سنخ هذا الرواية، يعني خلينا نقول الجسد الحي مثل ما نقول أهل البيت، يعني عذرا للتشبيه وصحح لي سماحة الشيخ، عندما نقول أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو قرآن الناطق، إذا تجسد القرآن بأمير المؤمنين، بكل أمير المؤمنين بكل فعل وقول وحركة من سيد الأوصياء. أحسنتم، إذا هم يعني هذول العارفين بالإمام المهدي صلوات الله عليه، هم خلينا نقول جسد حي لهذه الصفات. ولذلك الرسالة سيد الشهداء فدوا أنفسهم، ليش؟ عرفهم، أدركوا الحقيقة النورانية، يعني شو من معرفة اللي ها يتسابقون إلى الموت، إلى الموت
صلوات الله وسلامه عليهم ورزقنا شفاعتهم ان شاء الله. الهي امين، نورنا بنورهم صلوات الله. سماحه الشيخ، الافضل ان ننتقل للمحور الثالث لانه الوقت قد يدركنا. يعني سماحه الشيخ، احنا عاده قبل قليل ببدايه الكلام المحور الاول طرقت بعلاقه الامام سلام الله عليه وصفاته بالانبياء والاوصياء عليهم السلام. بعدين انتقلنا ل طبعا اهل البيت، الانبياء عفوا يعني عليهم اجماع، لكن اهل البيت سلام الله عليهم يعني مختلف فيهم. اما البعض وللاسف اللامتناهي انه ينكر الامام سلام الله عليه، والبعض الاخر يختلف على الامام سلام الله عليه. اريد تذكر لنا يعني بعض صفاته الخاصه صلوات الله عليه وعجل الله فرجه الشريف. هو احنا صار هيك كلام يعني احباء المشاهدين، كنا نتكلم عن وصف الامام بالعصمه بالمعنى الاعم. نعم. تشمل انبياء مرسلين ائمه و والنوع بالمعنى الاخص. نعم. الخاص يعني مع اهل البيت ولا سب الاخص. نعم. الروايات ذكرت اوصاف الحجه، انا اتكلم في الاوصاف الظاهره اولا، من راسه الشريف الى قدمه صلوات الله، حتى لا يطلع باكر واحد يقول انا الامام الحجه وركبنا وراه. طبعا هاي بعيدا عن المعاجز وغيرها. يعني حتى الدقة شنو، وايش قد اهل البيت يحبون شيعتهم اللي يطوم هيك اسرار، هاي مساله رغم انه فيها خطر على حياتهم، مع انه الامام في الغيبه وفي شده وفي تقيه وفي صعوبه وفي و و و, و مع ذلك ذكروا اوصافه. ايش قد يحبون شيعتهم حتى يطلع واحد يقول انا الامام الحجه صلوات الله، يطبقون هاي الاوصاف. يعني سماحه الشيخ، هو خطر على الامام انه ينطي صفاته أحسن، ولكن حبا وحرصا بشيعته يعطي هذه الصفات وان كان فيها خطر. المشكله تظل تطلع وللاسف ظلوا كثير. قبل قليل هاي روايه 11 من بني هاشم سيدعى الامامه قبل قليل، ولا في روايه 50 رجل كذاب يقول انا الامام المهدي. انا بس على اليوتيوب، انا على اليوتيوب. نعم. انا حاسبهم تقريبا 13 اكثر من 12. هذول مو بني هاشم ها، منا عوام، هذول عوام مصري قال انا ويعد الكعبه و مشكله هي يعني. فلذلك القضيه مو سهل. نفس قضيه رسول الله في بعثته صلى الله عليه وسلم، هو يعني يقول انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكو قضيه على من الاسم، على من الشخص، خاتم النبوه بين جنبه. شوف القضيه مثلا، هي اصلا قضيه مهمه جدا لدرجه انها من اصول الدين، لا يصح فيها التقليد. على المؤمن ان يعني يجهد، لازم يعرف امامه احنا ويعرف تكليفه. احنا مكلفون ان نعرف امامنا في كل شارده ووارده وفي كل لحظه، في كل حاله من الحالات. نعم. مثلا انه قلنا يشبه رسول الله في الخلق والخلق صلى الله عليه واله، اللطيف هذه، لا يهرم بمرور الايام والليالي حتى ياتي اجله. شاب ويظهر شاب. الان عمر الامام 1100 تقريبا 89 سنه. نعم. لكن يظهر بين 30 و40 ويبقى بين 30 و40 الى ان ياتيه اجله. من خواص الامام صلوات الله عليه، اذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان اللي قلنا له، قويا في بدنه حتى لو مد يده الى عظم شجره في الارض لقلعها. هكذا يصفه أمي منين. امام الرضا ايضا، ابيض مشرب بحمره، البدن بدن اسرائيلي، يعني شوي بضخامه. نعم. بدن شنو؟ اسرائيلي. اسرائيلي شلون موسى طالوت وزاده بسطه في العلم والجسم في طالوت عليه السلام. هسه واحد يجي ياخذ هذا يقول ذولا يعني هذا اسرائيلي، مو ذولا ذولا مو اسرائيل ذولا، لا 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 ذولا الاوائل، ذولا اكو يهود واكو اسرائيل فرض. ذولا مو اسرائيل حقيقه، ذولا مدعين. هسه ما نريد نسوي الحكي السياسي، هناك ناس الان تدعي انهم احزاب اسلاميه والاسلام بريء. هي القضيه وينها؟ احسنت، هي القضيه مو بالادعاء يعني. عموما الإمام رضا صلوات الله عليه ما يصرف صوته، يقول لو صاح، لو صرخ وصاح صلوات الله عليه في الجبال لتدكدك صخورها. لو صاح في الجبال لتدكدك صخورها. شنو من صيحة عند الإمام الحجة وشنو من صوت؟ الرواية تأتي قال حلك سواد الشعر، شعره أسود غامق، في رأسه ذؤابة. شنو يعني ذؤابة؟ ذؤابة يعني جديلة، يعني يقدر يسويها قصيبة. نعم نعم. شعره نوعا ما فيه طول. شعره قطط، قطط بعض فسر به نوع من التعرج. نعم. شعره قطط. بعد أبيض الوجه، بعد كأن وجهه القمر ليلة البدر صلوات الله عليه. هذا يقول عنا ميمونين، بأبي وأمي من يعلو نور وجه سواد لحيته. إلى هالة من النور صلوات الله وسلامه تعالى عليه. بعد الرأس، في الرأس شامتان، أو فيه في بدنه الشريف. نعم. في رأسه شامة في رأسه اللي هي، نعم، البعض قال هنا مشكلة يعني جوب كيف قال في كأنها داء الحزاز القشرة. يعني شلون المعصوم بمريض بالقشرة؟ لا، يريد يقول هاي الشامة اللي براسه بارزة مثل ما تبرز القشرة على الشعر في المصابين، الله يعافي كل مريض بمرض شنو الحزاز وهي القشرة.
مو يعني الإمام بقشرة يقول الشامة بارزة على رأسه واضحة مثل ما يظهر شنو باعتبار الحزاز الحزاز أبيض والشعر أسود فالأبيض يبرز يكون واضح أحسن على على واضح الجبين عريض الجبهة بوجهه أثر رحم الله موسى ابن عمران في وجه سجادة كموسى ابن عمران عليه السلام بعد أجلى الجبهة مشرف الحاجبين غائر العينين من البكاء لأن دبنك صباحا ومساء لأبكين عليك بدل الدموع دما لكن شوف هالعبارة رائعة دري المقلتين دري يعني عيناه تلمعان تتلألآن صلوات الله وسلامه عليه بعد مبسوط الخدين مبسوط الخدين بعد أفرق الثنايا بين أسنانه الثنايا أكو شنو فواصل بعد أسنانه كالمنشار وسيفه كلهيب النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله طيب كأن عنقه إبريق فضة يعني شلون إبريق الفضة من البياض والجمال هم بياض والجمال نعم. وهم غليظ عريض المنكبين شلون ذول الأبطال صدر يصير شنو عريض في ظهره شامة كأنها ورقة آس ختم الإمامة مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه تعالى عليه عظيم المشاشتين هاي أكتافه شنو بارزة المشاشة هي آخر عظم الكتف عظيم مشاش المركبين نفس المعنى مبدح البطن واسع البطن صلوات الله وسلامه تعالى عليه واسع البطن كي لا تفهم انه بدين لا 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 تفهم بدين انه بدين جسمه باعتبار انه يعني هو انه ذا كان يعني خلينا نقول اشبه بهذول ابطال الاجسام ذول يلعبون جسمه من ساب بشكل يتلائم قلنا بعد المعصوم لازم اكمل الموجودات نعم جسمانيا نعم. عريض الفخذين طيب اللطيف هذا ايضا عريض الفخذين مكتوب على راحتيه الله على راح صاحب زمان صلاة على إيده بايعوه فإن البيعة لله عز وجل مكتوب على راحتيه صلوات الله عليه الإمام الرضا يقول عليه جيوب النور أو في نسخة جلابيب النور تتوقد بضياء القدس النور كأنه مثل ملابس جلباب على جلباب طبقات من النور على جسم الحجة أحباء المشاهدين من رأسه إلى قدمه صلوات الله وسلامه تعالى عليه طيب شتن الكفين أو شتن الكفين قوي الكفين لكن مع ذلك بالروايات يعني وخصوصا أخبار الأوائل يقول إيده ناعمة كلش لذلك البعض كذا شوف واحد يقول تعتقد ما عندك الضيدة يده من النعومة بمكانه عليه قصة للعاملي من التقى بالإمام يقول ذكرت أنه هو لو مو هو خلى يعني أصافحه نعم. من صافحته رأيت يده فيها من النعومة شيء العجيب فرفعت رأسي لأقبله فغاب عني فتأكد أن هذه القضية من مورثات الشيعة الصحيحية طيب هنا من بركات يده إذا مسع على رؤوس الناس تكتمل عقولهم حلومهم وتكون قلوب المؤمنين كزبر الحديد بحيث المؤمن قطع الحديد بحيث المؤمن تكون قوته قوة 40 رجلا بمسحة واحدة من يد صاحب الزمان شنو من إيده ما سواها لا نبي ولا وصي أيضا أوصاف أخرى بمعاني ثانية الطريد إشارة إلى ظلامته الفريد الوحيد يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا خير في العيش بعده الله أكبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله طيب يحث المال حثوا يعني يمطي هالقد ما كريم بدون عد اللي يجي محتاج يقول له افرش يعني صلوات الله عليه سماحة الشيخ لو تسمح لي يعني عذرا على المقاطعة يعني صفاته صلوات الله عليه حاوي على جميع الفضائل والشمائل من كل ما الأكمل ما عنه من الحجج يعني عذرا سماحة الشيخ أنا عندي باقي أكثر من محور لكنه أكثر من باقينا يمكن مخرجنا يمكن كم دقيقتين أو فياريت لو ننتقل إلى محور آخر يعني شاب. نعتذر بس هذا عمل أغلب السؤال نعم فضل جزاكم الله خير وأنا أسف على المقاطعة لكن المحاور متعددة عندي بدقيقتين سماحة الشيخ أريد تذكرنا بعض الصفات الخاصة بأهل زمانه يعني احنا طرقنا صفاته وصفاته المشتركة مع الأئمة عليهم السلام وصفاته المشتركة مع الأنبياء باقي صفاته صفات أهل زمانه زمان العلماء يقولون أهل زمانه على قسمين نعم. أهل زمانه اللي يستحقونهم أهل زمانه اللي هم أنصاره نعم. وهم الأهم وأهل زمانه بالشكل العام لما يظهر احنا كلامنا في أنصاره راح أرد كم صفة للفائدة هكذا تصفهم الروايات عن أمير المؤمنين قال صلوات الله يؤلف الله بين قلوبهم لا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد يدخل بينهم قلوبهم عند الإمام الحجة صلوات الله عليه غرباء يفرون بدينهم شوفوا الظلامة مالتهم غرباء يفرون بدينهم طيب هم الأمة المعدودة هم أطوعوا لمولاهم
من السيدة إلى مولاها، قلوبهم كالقناديل، كأنهم أبناء وأبن واحد وأم واحدة، رهبان بالليل ليوث بالنهار. بالنهار بعد قال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته وهم أنصار المهدي، أمين قلوبهم مثل الحديد، لو أنهم هموا بإزالة الجبال الرواسي لأزالوها من مواضعها طاعة لمولاهم صلوات الله عليه. صلوات الله طبعا سلام. ولا تفوتهم العبادات وهم من أعبد أهل زمانهم صلوات الله عليهم أجمعين، وأذنهم ملكوتية آخر شيء الإمام الحجة لتظهر إلى صيحة نعم. يصيح بهم فقط هم يسمعوه، وهي نعم. دليل على أذنهم ملكوتية، يأتوه فأسرع من برق العين نعم. وطرف العين نعم. فيكونون أنصاره عنده صلوات الله عليه. أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ، وعذرا لضيق الوقت نعتذر منكم من السادة المشاهدين إن شاء الله ويقضي حواجب مشاهدينكم. آمين يا رب العالمين. جاء صاحب زمان صلوات الله عليه وينورنا، وإن شاء الله حلقات أخرى إن شاء الله نسلط الضوء آمين. على هذه الأبحاث أكثر دقيقة. انتهى الوقت المخرج يقول لي عذرا سماحة الشيخ، شكرا جزيلا وأنتم سادتي المشاهدين إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.